بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السادس من مجالس الحديث عن مقاصد الحج في موسم حج هذا العام 1443 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. تقدم الحديث في الليالي السابقة عن مقصدين كبيرين عظيمين، هما قوام العبادة في حياتنا، في ديننا، في شريعتنا معشر المسلمين: مقصد تحقيق التوحيد لله جل جلاله، وتحقيق الطاعة والاتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام. أما مقصد الليلة فحديث عن روح الحج، وعن نفسه الذي يتنفسه الحاج في الحج، عبادة أحبها الله، وهي عبادة عظيمة جليلة في ميزان الشريعة في كل وقت من أوقات الحياة، وهي في الحج وعبادة الحج تتجلى عبادة عظيمة يتنفسها الحاج في حجه، إنها عبادة الذكر لله سبحانه وتعالى. مرة أخرى، عوداً إلى الآية الكريمة في أمر الخليل إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة والأذان بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. يا كرام، ما بنيت الكعبة إلا لهذا الغرض، ولا جاء الناس للحج وأذن الخليل إبراهيم عليه السلام بالحج إلا لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله حياة الأرواح، ذكر الله نعيم الحياة، ذكر الله عبادته التي تحيي القلوب وتبتهج بها النفوس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ من أراد طمأنينة القلب وسعادة الحياة وأنس العيش فوالله لن يجده إلا في ظلال ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عبادة مستقلة بذاتها، أمر الله بها فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرة بلا عد ولا حصر. استغفار وتسبيح وتكبير وتحميد، كل لون من ألوان ذكر الله محبوب عند الله، لأنه يربط القلب بخالقه فتنبض به الحياة بذكر الله سبحانه وتعالى. وكل قلب عمره صاحبه بذكر الله فهو قلب حي مشرق مضيء، وكل حي وكل قلب غاب عنه ذكر الله فإنما هو الموات والخراب. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا دلت نصوص الشريعة على هذا المعنى العظيم. قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. تماماً كمثل الحي والميت. تدري لما هي حياة وموت؟ لأن الله جعل ذكره سبحانه وتعالى حياة لقلوبنا، أرواحنا التي هي منشأ هذه الحياة. وما الروح التي في جوفنا يا بني آدم إلا النفخة الإلهية. الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، ثم نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة الكرام بالسجود له. فأنت يا بني آدم بالروح إنسان لا بالبدن، وأنت إنما شرفت بالروح التي هي نفخة الإله. ولأننا خلقنا من عنصرين، بدن وروح، فالبدن من تراب والروح نفخة الإله، أما البدن فغذاؤه من التراب الذي خلق منه، وأما الروح فغذاؤها من المادة التي خلقت منها وهي ذكر الله عز وجل. تحيا الأرواح بذكر الله وتموت بالانقطاع عن ذكره سبحانه. فكل قلب عمي وأظلم وأعتم بالبعد عن ذكر الله فإنما هو خراب، خراب. كل قلب لا يعمر بذكر الله يغدو خرابا. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. اسمع إلى قول الله تعالى:
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. وصف القرآن والسنة بأنها روح، روح لأنها حقيقة بها تحيا الأرواح. هذه الروح التي هي ذكر الله وكلام الله سبحانه وتعالى نعيش بها معشر العباد في دنيانا هذه، نتقرب إلى الله عز وجل ونجتهد في أن تكون حياتنا أمثل ما تكون بقربنا من ذكر ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. فيأتي ذكر الله عز وجل العبادة العظيمة التي أحبها الله وأمر بها، وجاءت نصوص الشريعة بالحث عليها. تكاثرت أجور الذكر وفضائل الذكر وأنواع الذكر، بين استغفار ينال صاحبه تفريج الكروبات وتوسعة الأرزاق وفتح المغاليق. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال نبي الله الآخر عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو يأمر قومه بأثر الاستغفار: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. من أدمن الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. هذا الاستغفار واحد من أنواع الذكر لله. أما إذا أتيت إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فإنما تخوض في بحر من الحسنات، بل هي الباقيات الصالحات التي قال الله عنها: خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي الآية الأخرى: خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذه الكلمات العظيمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خير عند ربك ثوابا. لا تبحث عن ثواب خير منها، فإنها خير عند الله. وخير أمل، يوم تؤمل أن تلقى صحيفتك يوم القيامة بشيء يسر ناظريك، فلا تؤمل في شيء أعظم منها. وخير مردا، يوم أن ترجع إلى الله وتعرض عليه الصحائف وتكشف الأعمال، فخير ما ترد به إلى الله أن تملأ صحيفتك بهذه الكلمات، هي غراس الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. غراسها هذا الذكر العظيم، هي كنوز العرش، مع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه التي جاءت بها نصوص الشريعة آمرة بأنواع وأنواع من نصوص الإغراء وبيان الفضل والحث وتقريب القلوب إلى ذكر الله عز وجل، حتى إن الرجل ذاك الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به. كثرت عليه الأحكام ويريد أن يمسك بشيء من الإسلام يكون بابا جامعا لكل أبواب الخير والذكر والعبادة في الإسلام. لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة وهي ركن الإسلام الأعظم وعموده، لم يأمره بالجهاد وهو ذروة سنام الإسلام، ما أمره بالصيام ولا بالحج، ترك ذلك كله وانتقل صلى الله عليه وسلم في جوابه لهذا السائل إلى ما قد يكون مدهشا في الجواب لما قال: فباب جامع نتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. السؤال: فأين ذهبت الصلاة؟ أين ذهب الصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الرحم؟ أين ذهبت أبواب العبادات المختلفة؟ لما سأل عن الباب الذي يجمع له شرائع الإسلام دله على الذكر، لا، ما دله على الذكر فحسب، دله على كثرة الذكر والتزامه وإدمانه إلى درجة أن يبقى اللسان رطبا به. واللسان من أكثر أعضاء البدن رطوبة، لأنه داخل الفم محاط باللعاب الذي لا يجف ولا يقف. متى يجف اللسان؟ إذا أخرجته من فيك في ثانيتين، الثانية الثالثة يجف. أرأيت لما يقول له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني ألا يفتر عن ذكر الله ثانية ولحظة. لا يزال لسانك رطبا، لأن اللسان سريع الجفاف. فشبه عليه الصلاة والسلام تشبيها معنويا بليغا، شبه الألسنة
الساكتة عن ذكر الله بأنها ألسنة جفت، لسان جاف، والله ذاك الذي لا يعرف ذكر الله. الساكت عن ذكر الله لسان جاف ولا يرطبه شيء سوى ذكر الله سبحانه وتعالى. عودة أخرى للحديث، لما أمره بالذكر بل بإكثاره الذكر وإدمانه حتى يكون لسانه رطبا؟ لقد اختصر له صلى الله عليه وسلم أبواب الإسلام وشرائع الإسلام وأحكام الإسلام والامتثال لدين الإسلام بهذا الباب العظيم الذي قد لا يخطر لك على بال. وسر ذلك والعلم عند الله أن باب الذكر لله من دخله فقد أتى على كل أبواب الشريعة، لأنه إذا أكثر من ذكر الله أحبه، وإذا أحب الله فلا تسل عن عبد ملئ قلبه حبا لربه، فوالله لن تأمره بواجب قد تركه، ولن تمنعه من حرام قد اقترفه، ولن تذكره بطاعة تأخر عنها، ولا تذكره بمعصية غفل فوقع فيها. القلب الذي يقطر حبا لله أسرع ما يكون إلى مرضات الله، هو المقارب، هو المسارع، هو المسابق والمنافس في الخيرات، ينطلق محبة لله. السؤال: كيف نستطيع ملء القلوب حبا لربنا وخالقنا وسيدنا ومولانا وإلهنا وربنا سبحانه المنعم المتفضل الذي كان ولا يزال فضله يحيط بنا، ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لولا فضل الله ورحمته لهلكنا، لولا فضل الله ورحمته ما صلينا ولا صمنا ولا تصدقنا، ما عرفنا الله. لولا فضل الله ورحمته التي تحيط بنا ما كنا عبادا لله نعرف حقه فنشهد أن لا إله إلا هو. يا قوم، ذكر الله عز وجل إنما ينبع من قلب عرف الله، ومن أراد أن يحب الله فليسق قلبه بكثرة الذكر لله. وسيقول قائل: ما السبيل إلى أن يصبح ذكر الله ليس لساناً يتردد بعبارات بل قلباً ينبض بالحياة؟ والجواب أنها خطوات عبد الله. ابدأ وعلم نفسك أن تلتزم ذكر الله سبحانه وتعالى بأن تجعل لك ورداً مفتوحاً من ذكره جل جلاله. أقبل على تلك الأذكار الموعودة بالأجر والثواب. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله وبحمده تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. أين أنت عن هذه العبارات؟ أكثر منها واغترف والتزم وردك منها، يوما بعد يوم ستشعر بشيء ينقص في حياتك لو تركته. فها هنا قد نجحت في أن تلتزم وأن تألف شيئا من ذكر الله. الخطوة التالية: سيغدو ذكر الله عز وجل محببا إليك، تشتاق إليه إذا حان وقته، تشتاق إليه إذا نسيته، إذا بعد عهدك به. بعد ذلك يحلو ذكر الله على لسانك، فإذا وجدت حلاوته على لسانك استطعم قلبك تلك الحلاوة. ولو كنت من الموفقين ابتداءً فجعلت ذكر الله الذي يجري على لسانك حاضراً به قلبك بمعناه، فهنيئاً لك المتعة والأنس بذكر الله ابتداءً. إي والله، أشعر نفسك بمعنى الحمد لله وأنت تقول الحمد لله. وحمد يتذكر النعم التي تتناثر أمام عينيك منذ أن عرفت فضل الله يحيط بك عن يمينك وعن شمالك. تستغفر الله وأنت مرخ رأسك متنكس حياء لكثرة ما فرطت وأسرفت وتجنيت وتجاوزت وتساهلت، فتستغفر الله صبح مساء، تكبر الله مستشعرا عظمة الجليل سبحانه وهيبة الكبير المتعال وحقه العظيم على خلقه. وهكذا في كل ذكر تستشعر معناه، فإذا استشعرت معناه تشارك القلب واللسان تلك الحلاوة وذلك المتعة وذلك الأنس، وعندئذ سيشعر القلب بحلاوة الذكر. فإذا تواطأ القلب واللسان كان الذكر
أعظم ما يتسلح به العبد في دنياه، وأعظم ما يمكن أن يأنس به جليس ومؤانس في خلوته إذا خلا بذكر الله عز وجل. أنا أقرب لك الصورة، ماذا عن حبك لإنسان تربع على عرش قلبك، زوجة كانت أو ولداً أو أماً أو أباً أو صديقاً أو حميماً أو صديق طفولة تربى معك أو صاحب بينك وبينك وعشرة السنين؟ حاول أن تتذكر اسماً كلما خطر على بالك رف قلبك فرحاً بذكره، وكلما خطر على بالك ابتسمت وأنت لا تشعر، وكلما ارتبطت بينك وبينه صلة أو رسالة أو اتصال كانت أمتع اللحظات. أنا سأضرب مثالاً ولله المثل الأعلى، كل شيء محبوب إلى القلب يأنس القلب بتذكره، بالجلوس معه، بالحديث معه، بقضاء الأوقات معه، أليس كذلك؟ بل إن الأوقات الطوال والساعات المتتابعة التي تصرف بصحبته ومعيته والجلوس معه تمر سريعاً كأنما هي لحظات. وأصعب ما يكون ساعة الفراق وانقضاء المجلس وانتهاء الأنس، وتبحث فوراً عن جلسة أخرى وأنس يتجدد لك به متعة القلب وسلوة الروح. ولله المثل الأعلى، والله الذي لا إله إلا هو، لو تآنست القلوب بذكر الله ومحبته لكان ذكره سبحانه والتلذذ بالأنس بذكره والخلوة به وتلاوة كلامه ودعائه والتضرع إليه أمتع ما يجده العبد في ساعات اليوم والليلة على الإطلاق. ولهذا كان أنيس العابدين قيام الليل. ليش قيام الليل من بين العبادات؟ لأنه خلوة بالله في وقت رقد فيه الناس وهدأت فيه العيون وخفضت الأصوات، وتفرد العبد بلقاء ربه فقام في جنح الليل بين تلاوة قرآن وتسبيح في الركوع ودعاء في السجود، يتقلب في أنس يتلو كلام الله فيرتجف قلبه هيبة وخشية من كلام ربه العظيم. ركع فإذا بدنه ينتفض تعظيما لمن حنى صلبه من أجله. يسجد فإذا به يشعر أنه في أقرب موضع مع ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيهمس في أذن الأرض بدعوات يسمعها من في السماء. يعيش في أوقات الليل بين ذكر ودعاء وقرآن وتسبيح وأنواع من المتعة لأنه استشعر هذا المعنى. ما زلنا نقول يا كرام، ذكر الله عز وجل طريق يورث محبة الله، وأحبة الله ساق العبودية في القلب، فإن من أكثر من ذكر شيء أحبه، وبالعكس فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره، فهذان متلازمان يا كرام. إن رمت البحث عن محبة الله فأدمن ذكره سبحانه يورثك ذلك حبه في القلب لا محالة، وإن أحببت الله وجدت نفسك منقاداً إلى الإكثار من ذكره لا محالة، فغدا الإكثار من ذكر الله مرتبطاً تمام الارتباط بمحبة الله عز وجل. فلا تعجب من جوابه صلوات الله وسلامه عليه لما سأله السائل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب جامع نتمسك به، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل. سار النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه في مسيره من المدينة إلى مكة، ولما أتى على جبل يقال له جمدان يقع بعسفان قريباً من مكة، قال: ما هذا؟ قالوا: جمدان، جبل يقال له جمدان. قال: سيروا سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ الآن هم في مسير سفر والسياق وهو يقول لهم سيروا، سياق يدل على سير الأقدام والأبدان والرواحل في طريق السفر. قال: سيروا سبق المفردون. من الذي سبق القافلة وتقدم والمسير مسير سفر؟ قالوا: ما المفردون؟ قال: يا رسول الله، قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هم في عالم الدنيا وهو عليه الصلاة والسلام ينقلهم إلى عالم الآخرة، يسيرون بأبدانهم، فأراد أن يربط سير الأبدان بسير القلوب، كأنه يقول لهم: لئن قطعتم المسافات الطويلة بالخطوات المتتابعة فكذلك المسير إلى الله
بذكره سبحانه يقطع بالذكر المتتابع، فإنها خطوات تقربك بل تجعلك سابقا بها إلى الله عز وجل. المقام يطول لو استقصينا فضائل الذكر وأجوره وإغراءات الشريعة التي جاءت تحث العباد على الإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى، لكنها العبادة التي ما حدت بوقت ولا عدد. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شوف، في الصلاة أنت محدود بركعات وبأوقات، في الصيام أنت محدود بعبادة لها ابتداء وانتهاء، كل عبادة في الإسلام لم تحد بعدد إلا ذكر الله سبحانه وتعالى فإنها مطلقة. نعم، في ذكر الله أنواع مقيدة بوقت وأعداد، كالذكر بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء، وأعداد مشروعة. ما عدا ذلك فالباب مفتوح يا كرام، باب مفتوح لمن يريد السباق ومن ينشد أن يكون مع السابقين يوم القيامة. الباب مفتوح لمن يكثر من ذكر الله. عبادة لا تشترط طهارة ولا استقبال قبلة ولا مكانا خاصا ولا تهيئا. تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك وعلى فراشك، تذكر الله عز وجل في كل حين وآن. فبالله عليكم، أليس تقصيرا بعد ذلك كله أن تمضي علينا في اليوم والليلة 24 ساعة، صرفنا فيها الساعات تلو الساعات في الأنس والمجالسة والمخالطة والطعام والشراب والزيارة واللقاء والحديث والاتصال والأعمال والشواغل وكل شيء، وكان أقل حظ الواحد منا في ذلك اليوم وتلك الليلة أقل حظ فيها ما شغله بذكر الله عز وجل. هي والله حسافة، وهي خسارة وغبن يندم عليه العبد إذا ما أبصر أيامه تصرمت وسياعاته وأوقاته ذهبت ليس فيها من ذكر الله شيء عظيم يثقل به الميزان. ذكر الله من أيسر العبادات، من أيسرها وأسهلها، لكنها تحتاج بعد توفيق الله عز وجل إلى همة، وأن ينظر المرء إلى تلك العبادة نظرة فاحص بصير حكيم وفقه الله إلى مرضاته. أفضل أهل كل عبادة أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها، فأفضل أهل الصلاة أكثرهم ذكرا لله في الصلاة، وأفضل أهل الصيام أكثرهم ذكرا لله في الصيام، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل في حجه. لو أبصرت العبادات، الصلاة كلها ذكر لله، وعمران بيوت الله إنما يكون بذكر الله. شرف العبد وغاية مناه أن ينال ذكرا باسمه لشخصه في الملكوت الأعلى، وذاك لا ينال إلا بذكر الله. والله ما أغرى القلوب شيء ولا حثها ولا حفزها على أن تنتهض شوقا إلى ذكر الله مثل قول الحق سبحانه: فاذكروني أذكركم. والله كلمة ينتفض لها البدن في كل ساعة يريد أن ينشط فيها لذكر الله، يتذكر تلك اللحظة أن الساعة التي يذكر فيها ربه يذكر فيها في الملكوت الأعلى. وإذا ذكرت في الملكوت الأعلى فإنما هو الثناء والشرف والفخر الذي لا طريق لك سواه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أين أنت عن ذكر الله عبد الله؟ ثم أنت لا شيء سوى الله، وأنت بربك تستقيم حياتك وتكتمل أمورك وتنهض شؤونك كلها، وبغير ذكر الله فأنت عبد تائه في الحياة. ذكر الله عز وجل حاجة لك وفطرة جبلت عليها وشرف لك، وهو الخوف الذي يحف القلوب من الناحية الأخرى. إن لم يكن ذلك الشرف حافزا لك على أن تنتهض لذكر الله فحذاري أن تكون الأخرى، أعني الوعيد والتخويف الذي يهز القلوب لكل القلوب التي غفلت عن ذكر الله حتى وصفت بالنسيان. يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من ينسى ذكر الله تضيع حياته فيغدو في صحراء النسيان عبدا تائها،
حذاري يا كرام، النجاة والمخرج والسعادة والأنس إنما هي في ظلال ذكر الله عز وجل. وخلاصة القول التأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه الكريم. ماذا كانت؟ كانت ذكرا لله عز وجل في كل لحظة من اللحظات. أو ما عجبتم أنه عليه الصلاة والسلام منذ أن يستيقظ في يومه وحتى يبيت في ليلته حياته مليئة ذكرا لله عز وجل في كل خطوة من خطوات الحياة. أول ما يفتح عينيه يستيقظ يذكر الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. يقوم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، والوضوء عبادة، يذكر الله فيها، يصلي والصلاة ذكر، يصلي الصبح عليه الصلاة والسلام ويذكر الله، فإذا دخل المسجد ذكر الله، إذا دخل الحمام والخلاء ذكر الله، إذا لبس لباسه ذكر الله، إذا خرج من البيت أو المسجد أو الخلاء ذكر الله، إذا خلع النعال واللباس ذكر الله، إذا رأى الثمر ذكر الله، إذا رأى الهلال ذكر الله، إذا سمع الديك ذكر الله، إذا رأى الريح ذكر الله، إذا دخل السوق ذكر الله، إذا جاء أهله في الفراش ذكر الله. في كل شأن من شؤون حياته لا يخلو عن ذكر الله عز وجل. عجيبة هي حياة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كان يعلمنا كيف تأنس الحياة بذكر الله عز وجل، وسن لنا سننا أن نقول في كل موضع شيئا يربطنا بذكر الله عز وجل، فتغدو حياة المسلم كلها عامرة بذكر الله، فيرتبط صبح مساء في العبادات والمعاملات في البيت والسوق والمسجد والشارع مع الزوجة والأولاد، في الركوع والسجود، في الطواف والدعاء، تغدو حياة العبد كلها عامرة بذكر الله عز وجل. كل الذي تقدم أيها الحجيج مدخل لأن نقول إن كان ذكر الله مشروعا في حياة المسلم عامة على هذا النحو، أتظنون أن عبادة كالحج وهي ركن من أركان الإسلام يغيب عنها مقصد إقامة ذكر الله عز وجل؟ أبدا وحاشا. وسمعتم قبل قليل ما بنيت الكعبة ولا أذن في الناس بالحج إلا لهذا، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. تعالوا معي وتأملوا كيف جاء الأمر بذكر الله في الحج في سورة البقرة وسورة الحج وسورة المائدة، في الآيات التي ذكرت الحج وتناولته. والله عجيب، جاء بصورة كثيفة جدا. تأملوا مع السياق، أول آيات الحج في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وبينت الآية أحكام ما يتعلق بالحاج والإحصار وهدي التمتع، ثم قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم يعني خرجتم من عرفات متجهين إلى فين؟ إلى المزدلفة. فإذا أفضتم، قبل أن نفيض من عرفات، الحاج ماذا كان يفعل في عرفات؟ دعاء وذكر لله، كل الوقت في عرفة دعاء وذكر لله. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. عند المشعر الحرام في مزدلفة يقول لك: فرغت من ذكر توجه إلى ذكر آخر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. عند المشعر الحرام أعطني قلبك، قلبك قبل سمعك، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما هذا؟ هذا حج مرتبط بالذكر من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. وأما الحرم إذا جئت لطواف أو سعي فما هو إلا ذكر لله. حتى أعمال المناسك الأخرى، إذا رميت الجمرات ذكرت الله، إذا حلقت رأسك ذكرت الله، إذا نحرت الهدي ذكرت الله. فبالله عليكم، أي واجب أو ركن في الحج خلا من ذكر الله؟ ما فيش، ما في. فذكر الله عز وجل
يصحب خطوات الحاج خطوة خطوة، تدري من متى؟ من اللحظة التي ينوي فيها الحج. فإذا نوى في الإحرام قال لبيك اللهم لبيك، عاد إلى ذكر الله. في الإحرام يلبي، وبعد التحلل يكبر، ولا يزال يملأ قلبه ووقته ولسانه في كل وقت في الحج ورحلته بذكر الله عز وجل. عجيب والله يا إخوة، مدهش هذا الحشد الكبير للأمر بذكر الله عز وجل في الحج. بل يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فقط، لهذه الغاية الحصرية شرع الطواف والسعي ورمي الجمرات لأجل إقامة ذكر الله عز وجل. ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قلب نظرك كيف شئت، ستجد أنك في الحج تتقلب بين ذكر وذكر في كل ركن وركن وواجب وواجب، أنت لا تنفصل عن ذكر الله في كل الأنحاء. هذا الارتباط الكثيف في أعمال الحج وخطواته ومناسكه بذكر الله عز وجل يفهمك أن مقصد إقامة ذكر الله مقصد جليل في الحج، هو أكبر من أن يكون ركنا من أركان الحج أو واجبا من واجباته. عندما يقول الفقهاء أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، ولا يريدون ذكر الله. وإذا ذكروا الواجبات تكلموا عن الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس والمبيت في مزدلفة وبمنى الليالي أيام التشريق ونحر الهدي وحلق الرؤوس وسائر الأعمال، لكنهم لا يذكرون عبادة الذكر لا في الأركان ولا في الواجبات. أما إنها ليست غفلة من الفقهاء رحمة الله عليهم، لا، بل هو إدراك لأن مكانة ذكر الله في الحج أعظم من أن تكون ركناً أو واجباً. ما هو إذن؟ هو روح الحج المتغلغل في كل أركانه وواجباته. ما يخلو شيء من عبادة الحج من ذكر الله، وبالتالي فأي عبادة في الحج طواف وصلاة وسعي ورمي ومبيت ووقوف وذكر وذبح وحلق لا ينفصل شيء منها عن ذكر الله عز وجل، بل قوامها ذكر الله وروحها ذكر الله ومقصدها الكبير الأعظم إقامة ذكر الله عز وجل. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما يزال ذكر الله يربطك في خطوات الحج خطوة خطوة، حتى تعلم أنك إذا أردت أن تتمسك في حجك بما ترجو أن يجعله لك حجاً مبروراً، وأن تفوز بثواب الجنة، وأن تولد من جديد، وأن يقبل الله حجك ويعتق رقبتك، فوالله لا شيء أقرب إلى هذا الطريق من أن تلزم ذكر الله عز وجل. إلزمه، عض عليه بالنواجذ، أمسكه بيديك ورجليك، لا يشغلك شيء عن ذكر الله في رحلتك للحج، لا يشغلك شيء، لا زوج ولا ولد ولا صاحب ولا صديق، لا شيء، لا ينبغي أن يشغلك شيء عن ذكر الله. يا رجل، أنت إنما قدمت من بيتك إلى بيته سبحانه، ومن بلدك إلى بلده سبحانه، ومن دارك إلى هذا البلد الحرام لأنك تريد بيت الله وتأم قصد ثوابه ومرضاته سبحانه. فهذا أوان في رحلة الحج، هذا أوان أن تتوجه بقلبك ولسانك إليه، وألا يشغلك شيء عنه سبحانه. وكن صادقا في رحلتك لحجك أن تكون من أكثر الحجيج ذكرا لله في رحلة الحج. فوالله إن أربح الحجيج في حجهم وأوفرهم حظا من الأجر والثواب والقبول أولئك الذين لزموا ذكر الله قائمين وقاعدين، محرمين ومتحللين، لا يزالون يشتغلون بذكر الله. أي ذكر؟ إن كان وقت صلاة صلوا، وإن كان وقت ذكر ذكروا، وما بين ذلك هم بين قراءة القرآن وتسبيح واستغفار وتلبية حال الإحرام وتكبير وتهليل وتحميد فيما عدا ذلك. وإن اشتاقت قلوبهم إلى مناجاة الله فتحوا المصاحف فقرأوا،
وذكروا كلامه ومروا بالسور والآيات، وإذا تذكروا المطالب والحاجات رفعوا أيديهم وأكفهم وأبصارهم خاشعة وقلوبهم ضارعة يطلبون من فضل الله ورحمته، وهذا لون من ذكر الله عز وجل. نعم الحاج، حاج تبصره في رحلة حجك قد ترك كل الدنيا من حوله وارتبط بأعظم شيء في الكون، ارتبط بخالقه الذي أكرمه وأوفده إلى بيته الحرام، فإذا به يعيش كل لحظة من لحظات الحج وأيامه ودقائقه شوقا لله، حبا لله، ذكرا لله، تعظيما لله، طمعا فيما عند الله. أخي الحاج، لو لم يكن لك دافع في حجك إلا أن تكون عبدا طامعا في رحمة الله. تعرف من الطماع الذي لا يشبع؟ في فضل الله كن طماعا، في رزق الله وفضل الله كن من أشد الطامعين. يعني لا تكتفي بدعوة واثنتين. تعجب لأولئك الحجيج الذي إذا جاء يوم عرفة واجتهد في الدعاء اكتفى برفع يديه 5 دقائق، ربع ساعة، ساعتين، واكتفى. نحن لا نحرم حلالا ولا نصف هذا بسوء، حاشا، فالموقف موقف عبادة، وكل عبد في ذلك الموقف ينال من كرم الله ما الله به عليم. لكننا نقول أهذا يدل على طمع القلوب وتعلقها؟ والله إن القلوب إذا طمعت في رحمة الله لم تشبع من دعائه ولم تمل من ذكره، ولا تفتر الألسنة عن التمدح لله عز وجل. اجعلوا هذا نصب أعينكم يا كرام في رحلة الحج، ذكر الله عز وجل هي الراية الخفاقة، هي الظل الظليل، هي الأنس والأنيس، ذكر الله في رحلة الحج. يعني ختمة للقرآن إن استطعت، وقد كان السلف يستحبون إذا قدم أحدهم مكة في الحج ألا يخرج منها إلا وقد ختم القرآن. واجعل من ذكرك لله عز وجل تلك العبارات العظيمة التي تثقل الموازين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اجعل فيها الباقيات الصالحات، اجعل فيها أعظم كلمة وأثقلها في الميزان، وهي خير ما يقول الحاج يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة في حجكم هذا القادم بعد أيام معدودات معشر الحجيج يوافق يوم جمعة، هنيئا لكم اجتماع الفضائل، يوم جمعة ويوم عرفة وساعة إجابة ونزول إلهي كريم ومباهاة الجليل بعباده الحجيج وعتق من النار. تلك الساعة إذا تسابقت دموعك وتلعثم لسانك وتزاحمت عليك العبارات وأنت ترفعها إلى رب الأرض والسماء، فاحشدها بذكر عظيم تثني به على الله، واجعل من ذكرك لله عز وجل أعظم ما تتوسل به. بل والله لو شغل هذا الذكر العظيم قلبك ولسانك في ذلك الموقف العظيم حتى ما وجدت وقتا لأن تسأل ربك المطالب التي ما زالت تحملها النفوس والصدور، فما وجدت فيها وقتا، فلا والله ما فاتك شيء، ما فاتك شيء. إن رزقت ووفقت إلى أن تلهج تلك اللحظات بنبض قلبك ذكرا لله وتعظيما لله وثناء على الله واعترافا له بالوحدانية وشهادة له بحقه الذي تفرد به جل جلاله، وتعلق قلبك بتلك العبارات حبا لها وتعظيما لها وإجلالا لها، ولو لم تسأله شيئا من مطالب دنياك وأخراك، أقول فلا والله ما فاتك شيء. تدري لما؟ لأن الذي خلقك أعلم بمرادك، وإذا أتيت إليه من الباب الذي يحب أعطاك ما تحب. والله إنك في الدعاء صحيح يشرع لك أن تسأل الله ما تريد، اذكر نفسك وزوجتك وأولادك ووالديك وأقربائك ووظيفتك وديونك وأمراضك وحاجاتك، اذكر كل شيء في دعائك، هذا من حقك، بل هي الفرصة والباب المفتوح. لكني ما زلت أقول إذا وجد القلب متسعاً لأن ينغمس في متعة من ذكر الله فطغى ذلك على
موقف الذل والحاجة والسؤال والافتقار، فغدا ذكر الله أحب إليه، وغدا الثناء على الله المحبوب الذي يجري على لسانه، أقول فقد وصل إلى المراد وأكثر، لأنه عبر عن حبه لله، وإذا أحبه الله أعطاه، وإذا أعطاه أرضاه سبحانه وتعالى. ستنصرف من الموقف، وربما ما ذكرت عبارة كنت تدخرها لذلك اليوم العظيم، لم تتركها نسيانا، لكنك آثرت متعة بعبارة أخرى هي أحب إلى قلبك، ثناء على الله وذكرا على الله وتوحيدا لله. عندئذ أقول والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي حج له الحجيج وخرجت له الجموع وقصدت بيته العتيق، ما خاب عبد شغل وقته ولسانه وذكره بذكر الله عز وجل عن ذكر حاجاته، ما خاب والله، ولا رجع محروما، بل هو أوفر العباد حظا بنواله وعطائه سبحانه وتعالى في ذلك الموقف العظيم. أما إنه يوم جمعة، وما يوم الجمعة؟ يوم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ساعة عظيمة جليلة بهية. فوالله ما أمتعه من موقف تخلط فيه ذكر الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال أبي بن كعب يا رسول الله إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الثلث؟ قال الربع يا رسول الله. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت الثلث يا رسول الله. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. يعني عندما أجلس مجلسا فيه صلاة ودعاء وأنا أحب الصلاة عليك يا رسول الله، فكم أجعل لك من صلاتي عليك في ذلك الموقف من الدعاء؟ قال ما شئت. قال الربع، الثلث، ثم قال النصف يا رسول الله. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال الثلثان يا رسول الله، يعني ثلث الدعاء صلاة وسلام عليك يا رسول الله، وثلث هو سؤال ودعاء بالمطالب والحاجات. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فطن أبي رضي الله عنه فقال إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. كفاية الهم ومغفرة الذنب أعظم مطلوب للعباد في الدنيا والآخرة. أعظم مطلوب لك في الدنيا أن يكفيك الله الهم، هم الوظيفة، هم المال، هم المرض، هم الدين، هم الزواج، هم الأولاد، هم البيت، هم المعاش. بالله عليك إذا كفاك الله الهم أي سعادة ستغشاك في الحياة وفي الآخرة؟ أعظم مطلوب لك تنشده يوم القيامة أن يغفر الله ذنبك، وأن لا يحاسبك على سيئة بقيت في صحيفة حسناتك لا تزال نقطة سوداء. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وملء الوقت بها واشتغال العبد بها، قال إذن تكفى همك في الدنيا ويغفر ذنبك في الآخرة. بالله عليك ألك حاجة في الدنيا والآخرة فوق هذا؟ وها هي مفاتيحها. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. يوم عرفة، اليوم العظيم الذي يقول فيه الرب لملائكة الكرام عليهم السلام انظروا إلى عبادي، ما أراد هؤلاء؟ سؤال الإعجاب والإكبار بهم، والله أعلم بهم وبحاجاتهم وبمرادهم، لا تختلف عليه الألسنة ولا تغيب عنه الحاجات، يسمع سؤال السائلين ويجيب دعاء الداعين، لا يرد سائلا ولا يخيب راجيا ولا يحرم طالبا. رب كريم وعطاء عظيم وموقف جليل ويوم كبير والله من أيام الدنيا. ذلك الموقف أعظم ما يمكن أن تملأه من العظمة أن تكثر فيه من ذكر الله. فإذا جئت، إذا جئت في دعائك تسأل الله من حاجاتك ومطالبك، فاسأل الله ما شئت وحق لك، فأنت عبد فقير واقف على باب الغني الحميد الذي فتح لك الباب وقال تفضل يا عبدي وسل مرادك وأعطني مطالبك، وأنت تسأل ما تريد. في الدعاء قبل أن تطلب ربك ما تحب أسمع ربك ما يحب. والله يحب المدح والثناء، يحب التمجيد والإجلال، احمده سبحانه، استرسل في ذكر أسمائه وصفاته تعظيماً وإجلالاً، اجعل بين يدي الدعاء حمداً وتعظيماً وثناءاً على الله. أعظم موقف في الدعاء،
في تاريخ الخليقة موقف الشفاعة العظيم، الموقف المهول الذي يعتذر عنه الأنبياء عليهم السلام، يذهبون إليهم واحداً واحداً حتى ينتهوا إلى سيد الخلق نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف شابت منه الولدان، يوم الفزع الأكبر ويوم عظيم، وهم ينتظرون الشفاعة العظمى أن يأذن الله بالفصل بين الخلائق ليذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأذهب فأنطلق فأسجد تحت العرش. ذهب ماذا يفعل؟ ذهب عليه الصلاة والسلام يحمل مطالب الخليقة كلها عند ربها، وقد شفعوه إلى رب علموا أنه خصه الله بذلك الموقف العظيم. لما ذهب، ذهب شافعا، قال: فأسجد فأحمد ربي بمحامد علمنيها. موقف الشفاعة ما قال: يا رب شفعني في الخلق، قال: يحمد الله ويثني عليه. فلما حمده وأثنى عليه قال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه مفاتيح الإجابة: ذكر الله والثناء عليه وحمده وذكره بما هو أهل له سبحانه. اجعلوا هذا نصب أعينكم في رحلة حجكم معشر الحجيج، أن ذكر الله مقصد عظيم ينبغي أن تصهر فيه الأقوال والأعمال في الحج، لتغدو الأركان والواجبات تقطر من ذكر الله عز وجل في أي موضع كنت، في الحرم أو في عرفة أو في منى أو مزدلفة، في أي عبادة كنت، بل لو كنت على فراشك تنتظر المنام فاشغل لسانك بذكر الله حتى يغشاك النعاس، واجعل أول ما يخطر على بالك عندما تفتح عينيك أن تذكر الله عز وجل. معشر الحجيج، الحج بأيامه المعدودة القصيرة إنما تمتلئ بركة وثوابا وأجرا بكثرة ما يملأها الحاج من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولعله يكون لنا مع هذا الحديث وقفة في ليلة مقبلة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم أنواع بر الحج، الحج المبرور الممتلئ برا. يقول: ومن أعظم أنواع بر الحج كثرة ذكر الله فيه، وقد أمر الله بكثرة ذكره في إقامة مناسك الحج مرة بعد أخرى. أيها الحجيج، مع كل ذلك الذكر العظيم والإيراد الكثيف لذكر الله عز وجل في آيات الحج ونصوصه، فمؤسف جدا والله بعد ذلك أن يكون نصيب الحاج منه في حجه محدودا يسيرا. يلبي مرات معدودات ويذكر الله مرات محدودات، والواجب أن يكون ذكر الله أعظم شيء يشتغل به الحاج في رحلة حجه، بدءا من الإحرام بالنسك الذي يبدأ فيه بالتلبية، مرورا بالطواف بالكعبة وهو ذكر لله، والسعي بين الصفا والمروة وليس فيه إلا ذكر الله، يوم عرفة يوم ذكر ودعاء لله عز وجل والتماس للعفو، ليلة المزدلفة فيها امتثال لأمر الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يذهب إلى يوم العيد بمنى مبتدئا بالتكبير مع التهليل والتحميد، يرمي الجمرات مقترنا بالتكبير، يذبح الهدي بذكر اسم الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. المبيت بمن الليالي أيام التشريق مرتبط بأيام أكل وشرب وذكر لله، واذكروا الله في أيام معدودات خاتمة الحج. ألا وإن من ذكر الله قراءة القرآن والاشتغال به كما تقدم. قال سفيان الثوري رحمه الله: سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر إذا عمل به. وقال النووي رحمه الله: اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار والمطلوب القراءة بالتدبر. بوب ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصلاة فقال: من كان يحب إذا قدم أن يقرأ القرآن. وأورد فيه أثرا عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يحبون إذا دخلوا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا بها القرآن. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان يعجبهم إذا قدموا للحج أو العمرة ألا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن. وعن إبراهيم بن علقمة أنه قرأ
قرأ القرآن في ليلة بمكة، وبوب على هذه الآثار ابن أبي شيبة في الحج بقوله: من كان يستحب إذا دخل رجل مكة ألا يخرج حتى يقرأ القرآن. قلب قلبك في أي مواضع الذكر أيها الحاج، المهم ألا تخرج من رياض الذكر لله عز وجل. ولا تنسى، سيتفاوت الحجيج في أجور الحج ليس بكثرة العمل، فالوقوف بعرفة يوم واحد، ورمي الجمرات بسبع حصيات، والطواف سبعة أشواط، فبأي شيء يتفاضل الحجيج والعبادة واحدة؟ يتفاضلون بما يملؤون به تلك العبادات من ذكر لربهم. فكن من أسبق الحجيج في حجهم وأوفرهم حظا بكثرة ذكرهم لربهم عز وجل. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أكثر عبادك لك ذكرا وأعظمهم لك شكرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك توابين أوابين منيبين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية، وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حياة الذاكرين ومتعة الأنس بذكرك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك ومحبتك وتعظيمك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من خير من يفعل يفيد عليك في حج بيتك الحرام هذا العام عبادا لك ذاكرين لك معظمين يا ذا الجلال والإكرام. واملأ قلوبنا بمحبتك وتعظيمك يا حي يا قيوم. اللهم أورثنا حبك وذكرك على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.